ويوم جديد في بانكوك عاصمة تايلاند. إن شاء الله بعد شوي. السبايدة العشير وجبة. ما تدرون وين أنا رايح زين، لكن راح تشوفون منظر حلو. النجلات تلحق لكل مكان تشوفونه. اقول له احلى برج في بانكوك جاب لي الفندق هذا شيكو. ذبحني ميد ذبحني. شوف يا هج هج النجلات عادي يعني الوضع طبيعي. تبي الضحك اقول له احلى برج في بانكوك يشوف العبارات هذه. لكن شوف البتول البتول بين السيارات شوف هذا احسن ماك لكن ما يدل. هذا البرج اعتقد انه هو اعلى برج في بانكوك. نبي نصعد فوق نشطلهم وتشوفون تحت. قصيت التذكرة 350 باط معاها مساج رجلين وعصير فري. تصعد انزين تنزل من الاسانسير وتصعد اسانسير ثاني وشوف ايش كثره. شوف دميره شوف 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 يا نشطه. هو صاعد للدوره 77 اذانيك تصفر تبلع ريجك. وصلنا. تبي تشوفون بانكوك من اعلى برج في بانكوك وسبايدي العشي. هذه بانكوك يا اخوان شوف. ونبي نجيها من الصوب الثاني زين بوريكم شلون الجسور. شوف 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 شلون الجسور جايه. شوف هبلوني بجسورهم زين. خلنا اول شيء اصور الجسور شلون صايره اصور الزحمه معاها. شوف خلنا نشوف العمارات. شوف كلها ابراج ما هي عمارات. شوف انا اجي اي كمبيوتر اتعبث فيه. الظاهر هذا الملعب اللي امس اعتقد هذا. وشوف شلون. وهذه من جهه ثانيه. اول شيء خلينا نشوف السيارات. شوف شلون ملونات تحت. نبعد الكاميرا شوف لنا بعيد. حاطين بالبرج الشغلات القديمة تايلندية. بس في شغلة محيرتني الحين نشوفها. الحكي هذا ايش صعده؟ الأعلى دور في البرج هذا شلون؟ فك كوج طلوا ولا شلون؟ شوف صغير شوف. ومن جهة ثانية بعد نشوف الملعب هذاك. شوف 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 بيوتهم. منطاد لكن كذبي لو نصجي ودي اركبه ها وبرا كذي يدزوني واطير بالهواء. ما شاء الله يا عماراتهم شوف او ابراجهم. شوف 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 هذيك كانها مكسوره ترى. هذا نظامها كذي تشوفونها باليوتيوب بعد. ابركز على التكاسي وين شوف شوف شلون ملونه. هذا بيوتهم يعني باخذ سيلفي وجهي ما يبين بس العمارات تبين. الحين ابين. شوف السياكل شوف الكراجات. خلنا نشوف الاعلى مدى تجيبه الكاميرا. شوف بالزحمة هذه ما ينفعك إلا السيكل. شوف شوف السيارة
توك توك صغير 250 بات. هذه صورة البرج، أنا نزلت هني، وهذا هو شكله. صورة في أدوار تصعد لها بأسانسير، زين في أدوار لا تروح لها مشي، يعني من دور لدور 6 درجات. على قمة بالبرج ما في جام، ما في شيء، شوف حديد شلون هواء بارد شوي، الجو هني فوق زين بارد، تحس انه بارد غير عن الجو تحت رطب شوي حار، بس هني الجو بارد. والله الجو بارد وحش، خلنا نشوف السياق. نعم أذاني صفرت وراسي شوي عورني، والجو بارد وهج تحت. هذا المساج طلع شوف هذا تحكم فيه. كرسي هذا هو المساج ينحسب ودك تاخذه للبيت للكويت. اذا قصيت تذكره لا تطلب معاها مساج، يعطونك الكرسي هذا مساج وتنعس العصر وتنعس ما يصلح. اوجي طلنا اعلى برج في بانكوك، طلع تحت البرج شارع سوق شعبي. بلايز حلوة لكن شنو عليها الرسومات هذه؟ نوعية هذه ما ألبسها. هذا البرج زين، طلع هذا كله شوارع أسواق مدن دج. هذا المحل شوف كل الشغلات حق السياكل، عندهم سياكل. تشكيلة لغاتك وما ادري جطلت 4 البلوزة هذه نفس اللي انا لابسها امس بالملعب، هني 250 بات ام بي كي 700 بات شريت جطلتهم زين، والحين اباخذ لي كبة تكون اصلي. كنت ادور المطعم هذا جطل لكني صعدت هذا بالخطا وقعدت قلت يلا كبة تكون انا طابخها بالكويت ومنزلها باليوتيوب، الحين احطها لكم باليوتيوب. انا مو معقدني في تايلاند الا الوايرات هذه، شلون يعرفون المقطوع؟ جننوني. تدرون كم الحساب؟ بدينار. المطعم اول ما جيت بانكوك جيت هذاك 5 دنانير. ايش رايكم سيكل ولا هذا شبه مكسر دورين اخذه ولا سيكل؟ شوف الزحمه شوف، وهذا اللي كنت باخذه زين، شوف لهناك طاف. تدرون شلون التوك توك هذا عجب؟ قلت خلني اجطل. رح رح سق ولدي بتونا رجال، رح رح سق ليو ليو الزحمة دولت. طلع عكس السير، شوف 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 كان عكس السير تطلهم. اسمع لها درس، لا هذا مو مركب هدرس. شوف هجر على الزحمة، شوف شوف هدرس هذا هذا راح راح هاي حقا راح حراني السياكل يبتونون ويروحون ويمروني.
شوف شوف الصغيرة شوف 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 مع أبوها شبط عدل راح 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 الحق الحق هذا هذا راح وسياك هج